وهذا سائل يقول: هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم من يفعل ذلك؟ أفتونا مأجورين. الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأمانة ولا تحلفوا بالكعبة. فلا يجوز الحلف بمخلوق، وإنما الحلف بالله عز وجل.